من هدي رب الكون ذي الرحمات، من حكمة القرآن والنفحات، من سنة المختار هادي الخلق، من قول وفعل طاهر القسمات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم وقفات. حديثنا اليوم عن الجار، والحديث عن الجار في غاية الأهمية، لأن ما منا من أحد إلا وله جار، وبالمعنى الشامل لكلمة الجار. خير ما نستفتح به هذه الحلقة قول الحق سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. في هذه الآية عدة وصايا، منها الوصية بالجار. أرحب باسمكم جميعا بضيفي في الاستديو فضلة الشيخ مبارك مضحي، حياك الله شيخنا. حياك الله يا شيخ محمد، حياكم الله. شيخنا، اليوم حديثنا عن الجار، وقبل أن نتحدث بالتفصيل عن الجار، من هو الجار؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم صل. الجار ليس هو فقط لصيق الدار، وإنما مفهومه واسع. الجار من جاورك، هذا تعريف طيب وشامل. الجار من جاورك، الجار يشمل مجموعة من البيوت من الجيران في حي واحد، يشمل الشقق السكنية، يشمل الزملاء في العمل في المكاتب، يشمل المسافرون في الطائرة، يشمل الذين في السيارة من طريق إلى طريق، يشمل أصحاب الدكاكين، أصحاب الأسواق، أصحاب المهن، خباز ونجار، ومهما اختلفت المهنة فكلهم جيران. فهؤلاء كلهم جيران، وكلهم لهم حقوق، وكل منهم له حق على الآخر. مفهوم واسع. إذا احنا في يعني ابتداء نقول الجار، يعني أول ما نتحدث عن الجار، سواء يتكلم خطيب تكلم واعظ، نقرأ في رسالة وعظية عن الجار، نتصور الجار هو البيت الملاصق لبيتي. لكن حتى يقولون الرسول وصى على سابع جار، طبعاً لا أصل له. لكن الآن احنا نفهم أن مفهوم الجوار أكبر من ذلك، يعني هذا الذي يجلس بجانبي هذا جاري، زوجتي تعتبر من الجار. لا شك. الشقق اللي يسكن فوق الشقة التي يسكن فيها هذا جار، والذي يسكن تحت الشقة التي يسكن فيها كلهم جار، أيضا جار. إذا يعني مفهوم الجوار مفهوم كبير، وبالتالي يتطلب أن نتحدث عنه بهذه الشمولية وهذا العموم. نعم. شيخ، أيضا قبل أن نبدأ في التفصيل عن صور من الإحسان إلى الجار أو صور من الإحسان إلى الجار، منزلة الجار في الإسلام. منزلة الجار في الإسلام، نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني من كثرة ما جاء جبريل ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقف معه طويلا وأوصاه بالجار، حتى ظن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سينزل تشريع من السماء أنه إذا مات فلان جارك له حق في السيارات التي عندك وفي وأموالك والأرض التي عندك وبيتك، يقاسمك مالك جارك. منزلة الجار في الإسلام، يعني شيخنا عفوا، يعني في هذا الحديث نفهم أن جبريل عليه السلام كان يعني يكثر من الوصية بالجار، يعني أحسن إلى الجار، أحسن إلى الجار، أحسن إلى الجار، إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون
الجار ورث، الجار من ضمن الورثة. إيه نعم، الله أكبر. إيه نعم، سبحان الله. كذلك منزلة الجار في الإسلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، نفى عنه الإيمان. شيء خطير لما ينفي الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان عن العبد. لابد أنه أهل العلم قالوا من هذا، يقول هذا كبيرة من الكبائر، أنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره وأذاه، هذا نفى عنه الإيمان الكامل. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، إحسان وإكرام أيضا. انظر إلى منزلة الجار، قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. يا سلام، فمنزلة الجار لا شك عظيمة عند الله عز وجل، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، وخير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. نعم شيخ، في الأدلة التي ذكرتها هناك علاقة يعني تلاحظ بين الإحسان إلى الجار، إكرام الجار، عدم إيذاء الجار مع الإيمان. نعم. والله لا يؤمن، وفي الحديث الآخر قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أو فليحسن إلى جاره فلا يؤذي جاره. علاقة يعني ارتباط الإحسان إلى الجار وإكرام الجار بالإيمان. لا شك أن الإيمان جاء بالرحمة وجاء بكل شيء جميل، والإيمان جاء بالإحسان. إذا انتفى الإحسان وانتفت الرحمة لم يبقى إلا الإيذاء، ولم تبقى إلا القسوة، ولم يبقى إلا السب واللعن والشكاية. ألا ترى إلى بعض الناس يكتب على بيته للبيع ويفر من هذا الحي إلى حي آخر؟ قد يكون الجار سبب. بسبب ماذا؟ بسبب الجار. وقد يبيعه بنصف ثمنه هروبا من الجار وأذية الجار. وسمعنا من بالغ في الثمن بيته لما أراد أن يبيعه بسبب طيب الجار. نعم، بسبب طيب جاره. اي نعم، الله أكبر. اي نعم، إذن شيخنا إذن هناك علاقة طردية بين 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 الإيمان وكمال الإيمان والإحسان إلى الجار. أيضا في هذه الحديث التي ذكرتها الشيخ، حديث يأمر بالإحسان إلى الجار. نعم. وحديث يأمر بإكرام الجار، وحديث يأمر بعدم إيذاء الجار. نعم. يعني ممكن أن نفهم أن إذا ما استطعت أن تكرم جارك وتحسن إليه فلا تؤذي، فلا تؤذي، تكف شره. الله أكبر. نعم، لا شك. نعم. طيب شيخ، لو حبينا نعدد بعض الحقوق، يعني بعض الناس يقول طيب يعني ما هي حقوق الجار عليه؟ حقوق الجيران كثيرة جدا. من الحديث الذي ذكرته أنا: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، تطعمه من طعامك. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إلى أيهما أهدي؟ أنا عندي جيران، إلى أيهما أهدي؟ قال: إلى من هو أقرب منك بابا. إذن الجار القريب أولى. أولى. ولذلك والجار ذي القربة له ثلاث حقوق: حق الإسلام، وحق الجوار، وحق القرابة. لذلك من حقوق الجار إكرامه، السلام عليه، عدم إيذائه، إذا مرض تزوره، مات تشيع جنازته، سافر تحفظ أهله. حتى أن أهل العلم قالوا: ولا يبني بنيانا فيحجز عنه الهواء. يسلم عليه: يا شيخ، من كم يوم يحدثني رجل قال: والله أسلم على جاري 26 سنة، قل ما يرد علي السلام، لا إله إلا الله، وأنا أبعث له الناس إيش في إيش في، ما يرد. أنا تحضرني قصة في إحدى الدول العربية
أن شاب قتل آخر، والد القاتل سلم الولد إلى الجهات المختصة، الرجل الآخر ماذا فعل؟ عفى عنه واشترط شرطا للعفو. ما هو؟ عندما ترك الرجل والد القاتل حيه وبيته وسافر مرة أخرى اشترط أن يعود إلى بيته. يا سلام يا سلام. إذن من حقوق الجيران تحفظ أهله، ما تعتدي عليهم خاصة في السفر، ما يضيق عليه، ما يأذيه، يعفو عنه، يرحمه، يتصدق عليه، كل معاني الإحسان يفعلها له. وإحنا شيخ اليوم يعني نجد كثير من الإشكالات التي تصل إلى المحاكم أو إلى مركز الشرطة، جزء كبير منها ما بين الجار وجاره، مع وجود هذا يعني العدد الكبير من الوصايا والمواعظ والخطب التي فيها يعني إرشاد لهذا الإنسان المسلم لحقوق الجار، ومع ذلك نجد قد أن يعني يختلف الجار مع جاره على أشياء بسيطة، على موقف سيارة عند الباب، أو على ما يعني يسال عند باب يصل إلى باب الجيران. هذه المواعظ والدروس وخطب الجمعة أليس لها تأثير في توجيه الناس؟ لا شك، لكن المشكلة يا شيخ إذا كان سوء الخلق متأصل في الإنسان يبقى يسمع الخطب، يسمع الدروس ولا ينتفع منها. إذن عنوان عندنا كيف تستفيد من خطب الجمعة، إذا كان الخطيب على المنبر مثلا يتحدث عن الجار فتنفذ ما قال من الوصايا، من الآيات، من الأحاديث، وكل هذا يعود لك بالخير، وكل هذا يصب في موازين حسناتك ويكتب لك الملك أعظم الأجور. أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة خلق حسن. تحضرني أيضا حادثة أن رجلا، أتكلم على المسجد والخطب، بنى له بيت، لكن لاحظ أن جاره حتى يصل إلى المسجد سيمشي مسافة طويلة ويعبر بيت بيتين ثلاثة أربعة خمسة، مسافة طويلة حتى يدخل المسجد، سيمشي دائرة. ماذا فعل؟ قسم بيته. يا سلام. بين بيته وبيت جاره، وعمل طريق ممر لهذا الجار، ممر لهذا الجار يمشي فيه. الله أكبر. بعض الناس يقول خلي ولي وش علي منه، هذه أرضي أروح أضيق على روحي وكذا. هذا قسم الله أكبر الطريق حتى يمشي فيه جاره. أنا أظن في الله ظنا أن هذا اقتطع لنفسه من أرض الجنة. الله أكبر. وأيننا من 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 تلك المرأة الأوروبية التي تعمل ممرضة وأصبحت كبيرة في السن وتقاعدت، وتنزل من السلم، هي تعيش في الشقق، تذهب إلى الخضار والبقالة وتأخذ أغراض، ولها جرح. تكلم على جيرانك بعد أهل الشقق كمان، تتفضلت اللي فوق واللي تحت ويمين وشمال، ورآها هذا الرجل المسلم حق الجار حتى لو كان كافر، وله حق واحد، حق الجار، حتى لو كان يهودي، حتى لو كان نصراني، حتى لو يعبد صنم، جارك تحسن إليه. الله أكبر. كما أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم له جار يهودي واحتضر ولده فجاء فقل له يا غلام قل لا إله إلا الله، فنظر إلى بقل أطع أبا القاسم. مثال حي لحقوق الجيران، أنك تهدي إلى طريق الخير وتنصحه. يحمل أغراضها هذا الرجل إلى باب الشقة وتركته، قالت يمكن عاطفة، يمكن رحمة، شفقة. وكأنه يشتغل عندها وكأنه ينتظرها بس فقط يشيل أغراضها. يوم يومين ثلاثة عشر أسبوعين قالت تعال لماذا تفعل معي كذا وكذا وكذا. يعني أحيانا يوفق الإنسان إلى إجابة. الله. لو قال أنا أرحمك أنت كبيرة في السن
يمكن ما دخل هذا في قلبه، يجرح ولا وقد يجرح يعني عاطفتها، هكذا يجرح عاطفتها. فقال ديني يأمرني بهذا، أبي الإسلام لا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. قالت ما دينك؟ قال ديني الإسلام، ودخل في الدين. ذاك الرجل الفرنسي الذي عنده جار مسلم وعنده ديك، ذاك الجار يذهب الكفار يشربون خمر وكذا، ويجي ويبي ينام، هذاك عنده ديك ويصيح هذا الديك في وقت صلاة الفجر، يصيح الديك في وقت صلاة الفجر. بعدين أصبح الصبي يقول هذا الحيوان حاط له حيوان وأنا أبى أنام وما خليني أنام. قال له هذا الديك يواقض لي صلاة الفجر. قال يواقض لي صلاة الفجر هذا الحيوان؟ قال نعم. قال إذن أنا أنتظر. وانتظر وينظر إلى الساعة، هذا الكافر يوم أن رأى متى يأذن الفجر، وهذا كافر الآن، يعني إحنا نقول انتظر حتى يعفو عنه. نعم. انتظر حتى يعفو عنه، وله يريد أن يشتكي عليه. ولما نظر إلى الساعة فصاح الديك وطلع الفجر، رجع من المسجد وسلم عليه، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بهذا الإحسان، بهذا الأخلاق. وذاك كافر. كيف لو كان؟ طيب هذه نقطة مهمة شيخ، يعني قضية الإحسان إلى الجار على اختلاف توجه هذا الجار، على اختلاف ديانته، على اختلاف مدى قربه مني وبعده. تبقى المسائل التي ذكرناها في المقدمة، أن 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 الجار ليس هو صاحب الدار الذي بجانبي فقط، وإنما تتعدد صور الجوار. نريد أن نتعرف كيف نحسن إليهم، لكن أنا أستأذنك وأستأذن إخواني وأخواتي في فاصل ثم أتواصل معكم، فانتظروا. حياكم الله إخواني وأخواتي من جديد، ورحب بكم ورحب بضيفي في هذا اللقاء فضل الشيخ مبارك مطهي. حياك الله شيخنا. شيخ، احنا بدنا نتكلم يعني بصوره عمليه اكثر، احنا نتحدث عن الجار وحق الجار والاحسان الى الجار، واتفقنا ان الجار اشمل من ان يكون بجانبي بقرب بيتي. اتفقنا ان كل انسان يعني يقدر الله تبارك وتعالى ان يكون بجانبي، شخصه بجانب شخصي، سواء كنا في سياره واحده او كنا في سيارتين متقاربتين او كنا في سفر جمعتنا أقدار الله تبارك وتعالى أن نكون في على كرسي واحد. لا شك أن لكل نوع من هؤلاء له حقوق، له حق يختلف عن الآخر. فأنا أتكلم عن جاري الذي هو زميلي في العمل. نعم. ما الحق الذي له؟ الإحسان، هذا هو العنوان. الله. الإحسان إلى الجار. نعم. يدخل جاري وسلم عليه، أهدي هدية، تهاد وتحابه، وصافحه. السلام اسم من أسماء الله فأفشوه بينكم. أكون قدوة لا أذيه، أستر عليه خطاياه، يا سلام. أنصحه، آتي له بإفطار، آتي له بعصير، أصب له قهوة، أصب له شاي، أفتح الباب له، أرتب مكتبه، أضحكه، أزيل الهم عنه، أمشي معه، أخذه معي إلى صلاة الظهر، نقول في العمل، أشجعه، أرفع من معنوياته، عنده مشكلة أجلس معه أحل مشكلته. لما أشوف صاحبي في العمل متأخر في العمل، يتأخر في العمل وقد يتعرض إلى إقالة، عنده مشكلة أجلس معه أعينه أحبه، إني أحبك في الله، وهكذا. شيخ، يعني قد يكون هذا الجار شيخ، يعني قد يكون من قدر الله أن يكون هذا الجار سيارتي بجانب سيارته. احنا نشوف اليوم طوابير السيارات في الزحمة، هذا كيف يعني مفهوم الجار شامل. نعم. لما يقفون عند الإشارة بعض الناس ما يسلم ولا يبتسم ولا يصبر ولا يعطي جاره الذي في السيارة حقه، وربما يعني لو كان الشارع يمشي ربما آتاه فأزعجه، وربما بسياقته الشديدة قتله، يعني يأتي ويلصق فيه
ويزعجه يمينا وشمالا وتنقلب السيارة فيزعجه، ربما يركب على الرصيف يأخذ حق غيره. الآن لما الإشارة المرورية حمراء ويأتي واحد من الخلف ويأتي إلى الأمام، هذا كله يتجاوز، يتجاوز هذا الطريق. إيه الآن هذا كله إساءة لهؤلاء، لجيران، هذا كله لجيران، أو يستعمل البوق. الآن لما يستعمل البوق أو عند السجارة، الآن السجارة يشرب وينفخ، المكان قد يكون ضيق يؤذي جيرانه بهذا الدخان، يشرب الماء ويرمي الزجاجة في الشارع تنكسر تجرح أحد. نرى بعض الناس يأكل المكسرات ويرميها ويمزق الورقة ويرميها بالفعل. يعني جاري له حق وسلم عليه. الآن نحن قلنا ينصح جاره، الآن لما تقف السيارة عند السيارة، سيارة أخرى فيها معصية موسيقى وأغاني، سلم عليه، ينصح له، ينصحه شلونك عساك طيب كذا، والناس والله يستجيبون. الله، الدين النصيحة. الله. طيب شيخ، يعني حينما يحسن الإنسان إلى جاره، ما ثمرة هذا الإحسان؟ الثمرة الحسنات الكثيرة، الثمرة الحب في الله، يحبك من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. يقل الشر في الحي، لما الحي عندنا عندهم حب في الله، يتعازمون، يزورون بعض، يروحون الحج، يميع، مثل المسجد الآن جارك الذي يصلي بالقرب منك جار، فأهل الحي يجتمعون في 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 مجلس في المسجد، يصير بينهم حب، يصير بينهم تعاون على البر والتقوى، يقل الشر في الحي، تنزل البركة بسبب الحب في الله سبحانه وتعالى. لما يحسن الجار إلى جاره والجار إلى جاره يصير حب في الله، فيأخذون على يد الظالم. لا شك أن هذه كلها لها ثمرات جدا عظيمة. طيب شيخ، يعني أحيانا قد يكون الحي الواحد مختلف في تنوع أفراد هذا الحي، قد يكون ديانتهم مختلفة، معتقداتهم مختلفة، تصوراتهم لهذه الحياة مختلفة، هل يكون الإحسان أيضا مطلوب بين هؤلاء كلهم على اختلاف هذا؟ أنا والله كنت أريد هذا السؤال. أنت قلت واحد عنده جار غير مسلم، انظر إلى إمامك أبو حنيفة، أليس هو إمامك وإمامي وإمام المسلمين؟ أبو حنيفة رحمه الله، كان لجار، الإمام أبو حنيفة يقوم من الليل، لا بأس بالشعر، قلت للليل هل بجوفك حديث عامر بالأسرار، قال ليس إلا حديث العباد في شذى الأسحار. الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد، هؤلاء من الأمة الكبار الذين لا يفوتون قيام الليل، فيقوم من الليل ويصلي ركوع طويل وسجود طويل، وعنده جار يهودي سكران، هذا راكع ساجد وهذاك سكران، هذا يقرأ الفاتحة والبقرة والعمران والنساء، ورايح من سورة طويلة إلى أخرى، ويقوم الليل ويبكي وتضرع إلى الله عز وجل، وذاك سكران ويقول بيت من الشعر أحفظ نصفه، يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا، أضاعوني وأي فتى أضاعوا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يصلي يصلي يوم يومين ثلاثة ما يسمع جارة تخبر البيوت، يعني خاصة في هدأة الليل. نعم. سأل عنه وين هذا اللي يقول شعر في الليل، قالوا قبض عليه لدين عليه وأدع السجن، قال لا ما يكون، هذا جار جاري الله أكبر. وهم اختلفت الدين، طيب يهودي وما يضر، جاري له حق. الله أكبر. وذهب وفك أسره. الله أكبر. ثم قال له هل أضعناك، قال لا بل حفظتموني. الله. أهل العلم يقولون هذا اهتدى وقال أشهد أن لا إله إلا الله، أنت سألتني عن ثمرة الحسن إلى الجار، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قال أهل العلم فالتزم في دروس أبي حنيفة فكان من فقهاء الإسلام. بماذا؟ بالحسن إلى الجار. إذن هذا أيضا نقول لأبنائنا ولإخواننا، قد تتعدد
التوجهات والأفكار والعقائد من حولك، لكنك أنت مطلوب منك أن تعامل هؤلاء كلهم بهذا الخلق الكريم الذي ربانا عليه الإسلام. لا شك. طيب شيخنا، يعني يبقى السؤال أيضا، يعني في الوقت الذي نحن ندعو فيه إلى الإحسان إلى الجار، أيضا نحذر في المقابل من الإساءة إلى الجار. نعم. وصور الإساءة كثيرة وتلاحظ اليوم، خطورة الإساءة إلى الجار. خطورة الإساءة إلى الجار النار. الله. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام عندما قيل له يا رسول الله إن امرأة تقوم من الليل وتصوم النهار وتتصدق بأثوار الأقط، قال لا خير فيها، هي في النار. صور الإساءة كثيرة الآن، ألا نسمع في بعض البيوت كلب ينبح، بل بعضهم كلاب تنبح في البيت، يقول هذه لا ليل ليل ولا نهار نهار، حتى أنا يزعج جيرانه، ها؟ يزعج جيرانه، حتى بعضهم بينت لك باع بيته بسبب ججاره. نعم. وكلمت أنا البعض ممن عندهم كلاب لكن ما استجابوا، الله عز وجل هو الهادي. الآن لعلك أشرت إلى هذا في أول الكلام، يأتي بالسيارة ويغلق الطريق، طريق كامل يغلقه، أو يوقف سيارته في جراج جاره أو عند باب بيته ويروحون يدورونه وين الريال بيطلع عند موعد يقفل عليه، أو الذين يغسلون السيارات كما نرى بعض العمال والحوش ويخلي الماء يمشي ويؤذي جاره، أكرمك الله أكياس القمامة يلقيها عند بيت جاره، أو يأتي بالخشب والحديد ويلقيها، الموسيقى والأغاني، ربما عاكس أهل جاره وتسبب في طلاق امرأته، البعض يرفع البنيان ويفتح نوافذ على بيت جاره، زي في حوش في نساء يقول دققت الباب عليه قلت يا أخوي سكر نوافذ، قال لا أنا ما سكر أنت ارفع، يا أخوي سكر قال أنت ارفع، يقول روحوا يا بالطابوق يا بالسميت يا بالحديد يا باللحاحيم ورفع فوق حتى البيت الآن تشوه. من أذية الجيران الاعتداء عليهم بالضرب والشتم والسرقة، بعضهم في الحقيقة حتى بعض الشباب يسرق بيت جاره ولا يخافون الله سبحانه وتعالى. من أذية الجار سبه لعنه. طيب عفوا شيخنا، يعني الآن لما ذكرت هذا الحديث يؤذي أذية، هذا الحديث يعني دائما نذكره حقيقة، وحينما يعني نستذكر هذا الحديث يشعر الإنسان بالخوف عن هذه المرأة التي تفضلت بذكر حديثها، لما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق وتفعل، يعني عندها خيرات كثيرة وعندها إحسان كثير، يعني هذا إضافة على صيام شهر رمضان، هي معروفة بالصيام، وإضافة على الصلوات هي عندها معروفة بالقيام، وما شفع لها، وعندها صدقات، يعني هي بتعبيرنا اليوم اللي نتحدث عنه هي متدينة، أو بتعبير آخر يقال عنها ملتزمة. لكن عندها مشكلة واحدة، تؤذي جيرانها بلسانها. هذا الكلام الشيخ نحتاج أن نقف عنده طويلا، يعني قد يقتر الإنسان منا اليوم بتدينه وصلاحه وتقواه فيما يظهر له، ويغفل عن هذا الجانب المهم، هو أحسن العبادة التي بينه وبين الله لا شك، لكنه أحسن أساء في العبادة التي بينه وبين هذا المخلوق الواجب عليه الإحسان، وحقوق الناس لا تسقط. الله أكبر. نعم. ولذلك أنا يحضرني حديث صححه الألباني رحمه الله، حديث خطير، قال صلى الله عليه وسلم أذى الجار يذيب الحسنات كما تذيب الشمس الجليد. الله أكبر. الله أكبر. الحسنات يعني راح الحج، راحت حجج، يجمع حسنات. يجمع حسنات الآن هو إيه يجمع، يعني ذهب إلى الحج جمع حسنات، زين، وبعدين وصلى جمع حسنات وتصدق وكفى الأيتام وربما بنى مساجد وعنده أعمال خيرية، وجاره يشتكي منه، وجاره اشتكى منه. إذن ذابت الحسنات. وحديث المفلس معروف. الله. أتدرون من المفلس؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة، قال المفلس من لا درهم ولا دينار ولا متاع له، قال لا، المفلس من أمتي من يأتي بحسنات كأمثال الجبال، يأتي وقد
سفك دم هذا وأخذ مال هذا واغتاب هذا وآذى هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاته من سيئات الجيران وغيرهم اللي أذاهم فطرح عليه فكب على وجهه في النار. إذن أمر خطير. إذن هذا يدعونا بالمناسبة أن كل منا ينظر إلى جاره، النساء تنظر إلى الجارات هل أحسننا، والرجل ينظر إلى جيرانه هل أحسننا. إذا أساء هذه الحلقة تدعونا إلى التغيير، إلى الإحسان إلى الجيران، إلى محبتهم، إلى أطعامهم، إلى الشفاعة لهم، السلام عليهم، تعارف، الزيارة، المحبة، هذا يأمرنا به الإسلام. الله أكبر. يعني هل ممكن أن نقول شيخ أن الإنسان يحتاج أنه ينظر يعني ينظر في جاره ليرى كأن هذا الجار مرآة له؟ صدقت. إذا رأى أن الجار الصالح الجار التقي رأى أنه راضي عنه كما جاء في الحديث قال إذا 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 يعني يسأل الصحابي يقول يا رسول الله كيف أعلم أنني أحسنت؟ إيه نعم. يعني كيف أعرف أن أنا أحسنت أو أسأت؟ فبين له النبي عليه الصلاة والسلام إذا رضي عنه الجار فهذا دليل إحسانك. شهادة. إيه نعم. وإذا لا إذا كان الجار يشتكي في ليلة ونهار وربما دعا عليه الجار. صحيح. وهذا خطير. نعم. ربما دعا عليه. نعم. وكم الآن في مركز الشرطة وعند القضاة وعند النياب وعند شيء خطير، يعني شيء خطير جدا. نعم. فلا بد من إرجاع الحقوق لأصحابها. لذلك أهل العلم يقولون في قواعدهم حقوق الله مبنية على المسامحة، حقوق العباد مبنية على المشاحة. وكم من جار في الليل يدعو إلى جاره. الإمام أحمد بن حنبل لقي ولد الإمام الشافعي قال إن أبي يدعو في الليل في ظلام الليل إلى 60 رجلا من أصحابه وجيرانه أحدهم أبوك الشافعي. الله أكبر. يدعو إلى جيرانه وما تدعو إلى جارك إلا وكل الله لك ملكا يقول ولك مثله. ولن يدعو الإنسان اليوم إلى جاره إلا بسبب ما رأى فيه من الإحسان وما رأى فيه من الصلاح وما رأى فيه من كريم الأخلاق. أنا استأذنك شيخنا، استأذن أخواني أخواتي في فاصل ثم أتواصل معكم فانتظرونا. حياكم الله أخواني أخواتي من جديد، وأرحب بكم وأرحب بضيفي فضيلة الشيخ مبارك مضحي. حياك الله شيخنا. شيخنا سؤالنا قبل الأخير، يبقى أن يعني الإحسان إلى الجار هو خلق، وهذا الخلق مبني على تربية. دور الآباء في تربية الأبناء على هذا الخلق الكريم هو الإحسان إلى الجار. دورنا نحن كآباء، دور الأخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات من مدرسي ومدرسات الطلبة، دور خطباء الجمعة، دور كتاب الأعمدة وصناع الرأي في مجتمعاتنا، دورهم في غرس هذه القيمة وهذا الخلق. إني أرى أن هذه نصيحة مفقودة. الله أكبر. نبدأ بالآباء. نعم. أين هو الأب الذي يخصص وقت الآن لهين الناس مع التلفونات يجلس مع ولده ويقول له يا ولدي أوصيك بجارك فلان وفلان فلان أن تحبه وتحسن إليه وما تأذي، يوصي الكبار ويوصي الصغار، هذا لابد منه، الدين النصيحة. النساء أيضا يوصي النساء أن يحسن إلى بعضهن البعض. خطباء الجمعة لعل البعض يسمعوننا الآن أو ينقل إليهم الكلام يخصصون خطب للإحسان إلى الجار. كتاب الأعمدة كما تفضلت، التحقيقات الصحفية في الصحف، اللقاءات التلفزيونية، يعني يفعل هذا باستمرار. يعني هذا الآن إذا فعل وبدأت النصيحة تعمل، المدرس، بل أنا أقترح أن يكون هناك منهج في الجهات التعليمية حول الإحسان إلى الجار والخلق، لأن هذا يشمل كل شيء. تحسن إلى جارك
معنى ذلك تحسن إلى الفقير، تحسن إلى الكافر، تحسن إلى المرأة، تحسن إلى اليتيم، تحسن إلى الرجل الذي ليس له عمل فتشفع له، تحسن إلى المريض كبير السن. لا يعني سيكون هذا الخلق الشيخ يمشي معك، يعني قضية الإحسان إلى الجار لن تقف عندك وأنت في بلدك، غدا هذا الابن سيكبر يدخل في جامعة سيحسن إلى جاره هذا الكلام في الجامعة، قد يكون هذا الجار هو مسلم، قد يكون هذا الجار في أحد الشقق التي يسكن بجانبها قد لا يكون مسلم، لكنه تعلم الإحسان إلى الجار من الصغر فأثر فيه، تعلم من والده. أيضا شيخنا يعني اليوم نحن في موضوع التربية وموضوع التعليم نحتاج إلى القدوات. اليوم إذا الولد يسمع من والده يقول أحسن إلى الجار ثم يرى تصرف الوالد تناقض متناقض، أو يرى تصرف الوالدة وهي تتكلم على جيرانها بالسب وبالشتم وتغتابهم إذن أثر هذه القدوة شيخ. إذن هذا لابد أن ينبع من الداخل، أن الولد يرى أبيه يحسن إلى جيرانه. مثلا الأب يأخذ أبنائه ويروح يزور الجيران، يزور المرضى، يسلم عليهم، أليس هذا من الإحسان؟ وقت المناسبات، الأعياد ورمضان، مثلا جاري في حادث في المستشفى أخذ أبنائي نروح نزوره نشتري له هدية وهكذا، لا شك أن هذا كله من الإحسان. أنا يا شيخ يحضرني حديث النبي عليه الصلاة والسلام في ختام اللقاء أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أن جاري أذاني، قال اذهب فاصبر، الصبر على أذى الجار من الإحسان الجار. ثم جاءه فقال جاري أذاني بعدما صبر، والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل، قال أذاني، قال اذهب فاصبر مرتين وثلاثا، قال أذاني، قال اذهب فاطرح متاعك في الطريق. شيء مهم، فجاء أخرج أثاث بيتك، أخذ الأثاث والبساط والمخد وقعد في الشارع، كلما مر علي قوم ما بك يا فلان، قال جاري أذاني، قال فعل الله به وفعل، وهذا تأديب له وذاك يسمع. ثم جاءه قال أرجع إلى دارك والله لا أوذيك أبدا. إذا نأخذ هذا شعار لنا لمن يسمعنا، كلنا نقول لجيرانه والله لا نوذيكم أبدا من هذا اللقاء. الله أكبر. طيب شيخ، يعني قبل قليل تحدثنا عن حديث المرأة، المرأة التقية المتدينة لكن التي كانت تؤذي جيرانها بلسانها، اليوم نحن نشاهد مشهد قريب من هذا المشهد، وكوننا يعني خطباء أمة مساجد نسمع كثيرا هذه الشكوى. في يوم الجمعة نجد أذى الجار يتكرر كثيرا، حينما يأتي بعض الأخوة إلى المساجد ليصلي الجمعة ثم يقف عند بيوت الناس ويزعجهم بهذا الوقوف، يقف على الجراج السيارة ما تطلع السيارة، يقف على أبواب الناس بحجة أنه جاي يصلي الجمعة. لا حول ولا قوة، ماذا تقول لهؤلاء؟ والمشكلة قبل ماذا نقول له؟ المشكلة يرى ممنوع الوقوف ويقف عند البيت، هذا يريد الذهاب إلى المستشفى، يريد أن يذهب إلى العمل، فنقول لهؤلاء اتقوا الله، جيرانكم هؤلاء لهم حقوق. الآن لما توقف السيارة إلى مكان بعيد وتمشي ولا تغلق الطريق على جارك، أعطوا الطريق حقه، إذن هذا من حقوق الجار أننا نعطي الطريق حقه، ما نأتي بالسيارة نقول والله أنا يا ما في موقف أوقف هنا، يوقف السيارة ما كان بعيد ويمشي ولا يقلق، ويأخذ الأجر أيضا، يعني يأخذ الأجر في هذه الخطى التي يخطوها، في الخطى التي يخطوها. وبعدين لاحظ أيها المصلي، يا من توقف السيارة عند الباب، المرأة ليست من أهل الجمعة والجماعات تريد أن تخرج، وعندنا نساء سوق السيارة تخرج الآن، تنتظر المرأة، وإذا الخطيب خطبته طويلة تنتظر نص ساعة أو أكثر حتى يأتي فلان، وإذا جالس يسولف وين على الآن أنظر، والناس لهم حاجات ولا مشغلة، أو قد يقف شيخنا أيضا في الطريق يعني ويقطع الطريق، قد تأتيها الحافلات الكبيرة فما تستطيع العبور. خدمات يعني قد تأتي سيارة الشرطة، قد تأتي سيارة المطافي، قد تأتي سيارة الأشغال، وهو بحجة أنه يصلي لا شك أن هذه إساءة للجار. بارك الله فيك شيخنا، لا شك الحديث عن هذا الموضوع. كلمة أخيرة في هذا الموضوع شيخنا ماذا تقول؟ والله أنا أقول والله لا يؤمن
والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل من يصلى؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. ولذلك نقول للناس جميعا ولأنفسنا انظروا إلى جيرانكم فهم مرآة لكم كما قال الشيخ. فإذا أحسنت إلى جارك فأنت محسن، وإذا أسأت إلى جارك فأنت مسيء عند الله. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة، قال وثلاثة؟ قال وثلاثة. واثنين؟ قال واثنين. فاستحينا أن نسأله عن الواحد. فيا أيها الجار، أنا أريدك يعني بعد عمر طويل لما تموت والموت حق، كل هؤلاء يشهدون لك بالخير. بعض الناس يا شيخ يموت فيسبونه ويلعنونه، يقول افتكينا منه، حصاه يقولون، يقول حصاه زرت عن طريق المسلمين. الله بارك الله فيك شيخنا، انا شاكر ومقدر لفضيلة الشيخ مبارك المضحي هذه هذا اللقاء، وشكري وتقديري لكم اخواني اخواتي، لان التقيكم باذن المولى تبارك وتعالى في حلقة قادمة وموضوع متجدد. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. بالهدي رب الكون ذي الرحمات، من حكمة القرآن والنفحات، من سنة المختار هادي الخلق، من قول وفعل طاهر القسمات.